لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 2 او الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنشرح مع بعض يونت 3 Off to school أو خارج المدرسة. والنهاردة هنشرح يونت 3 بالكامل، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا بيزي بي بتقول لنا look listen and read. look انظر، listen استمع، and read واقرأ. بعد ما ننظر ونستمع ونقرأ، طبعا بعد ما انا هقرأ الستيتمنتس دي او العبارات دي انتوا هتقروها بعد كده ورايا، انتوا المفروض تعملوا رول بلاي او مسرحية تمثيلية تتبادلوا فيها الادوار، كل واحد فيكم يقوم بدور من الادوار بتاعة الديالوج ده او الحوار ده، وتكلموا مع بعض، كل واحد يتكلم مع التاني ويرد عليه وتقولوا نفس الكلام اللي دار بينهم. فاول حاجة نعملها نقرأ مع بعض، وبعدين عايزكم تعملوا بوز او توقفوا الفيديو وبعدين تقرأوا لوحدكم، تشوفوا انتوا بتعرفوا تقرأوا صح ولا لا، لان الريدنج مهم جدا يا اصحابي. بعدين تقدروا تبقوا تعملوا الرول بلاي دي او التمثيلية دي في الكلاس روم ان شاء الله. اول حاجة طبعا مس منى هنا ماسكة ساعة في ايدها، فصديقنا بيقول لها It's my watch. Thank you Miss Mona. It's my watch. انها ساعتي. لما بقول على حاجة ملكي بقول ماي، زي ما احنا عارفين كلنا ماي يعني ملكي، فأي حاجة ملكي بقول عليها ماي. فهو بيقول لها It's my watch، إنها ساعتي. Thank you شكرا لك مس منى يا مس منى. هنا أميرة بتقول لهنا They are your glasses هنا، دي النضارة بتاعتك يا هنا. Your يعني ملكك، اي حاجة ملكك بقول عليها your. فthey are your glasses، دي نضارتك هنا يا هنا. فهنا بترد عليها وبتقول لها it's your hat اميرة، دي القطباء بتاعتك يا اميرة. it's your hat اميرة، دي القطباء بتاعتك يا اميرة. هنا صديقنا قاعد في الارض وبيقول they are my black boots ده البوت بتاعي او الحذاء بتاعي اللي ليه رقبة طويلة. They are my black boots، ده الحذاء بتاعي او الحذاء ابو رقبة طويلة ولونه اسود بتاعي. طبعا قلنا my بتيجي مع الحاجة اللي ملكي، ويور بتيجي مع الحاجة اللي ملكك. لما اقول لك حاجة ملكك اقول لك your، لما اتكلم على حاجة بتاعتي بقول my. طيب لو انا بكلمك على حاجة متكونة من قطعة واحدة زي الwatch بنقول عليها is. اي حاجة متكونة من قطعة واحدة بنقول عليها is لانها مفرد. طب لو هي مثلا زي النضارة glasses ليها عدستين متكونة من جزئين، دي بنقول عليها are. They are your glasses. ليه؟ لان هي بنعتبرها في اللغة الانجليزية طالما متكونة من اكتر من قطعة بنعتبرها جمع. اي حاجة في اللغة الانجليزية اكتر من واحد فهي جمع، ولما بتكون جمع بنقول عليها are. هنا قلنا it's your hat، يبقى is هنا قلنا على الهات is لان هي مفرد قطعة واحدة. الwatch it's my watch، is لانها قطعة واحدة ساعة watch، لكن glasses قلنا they are your glasses. هنا برضو صديقنا لما لقى الحذاء بتاعه قال they are my black boots ده الحذاء الاسود بتاعي، وقال R لان هو بيتكون من قطعتين من فردتين، من كل الحذاء بيتكون من فردتين او من قطعتين، فبنقول عليه
ار ما بنقولش عليه از. لازم تكونوا فاهمين الجزء ده يا اصحابي لان هو مهم جدا. فزي ما قلنا ادي الاستراكشر او هيكل الجملة. it is my, it is my يعني انه, بقول هنا الاسم المفرد بيجي بعد منها الحاجة المفرد. it's my watch انها ساعتي. they are my هنا بيجي بعد كده الجمع لان قلنا are. they are my hats, they are my hats انها القطبعات بتاعتي تلاتة. وخليك فاكر دايما ان الاسم المفرد بيتحول لجمع لما بنضيف حرف الاس في اخر الكلمة. زي book بتتحول لجمع لما نحط عليها اس وبتبقى بوكس كتب. كاب طاقية, كابس قبعات او طواقي. باج حقيبة, باجز حقائب. بيرد طائر, بيردز طيور, وهكذا. من الكلمات المهمة عندنا النهاردة بوتس يعني حذاء برقبة, بوتس حذاء برقبة. دريس فستان, دريس فستان. جلاسس نظارات او نظارة, جلاسس نظارات. هات قبعة, هات قبعة. كوت معطف, كوت معطف اللي هو جاكيت طويل. شيرت قميص, شيرت قميص. ووتش ساعة يد, ووتش ساعة يد. كلوذس ملابس, كلوذس ملابس. هنا الجزء ده عايزك تستمع انا هقرأه ازاي وبعدين تقرأه بعد كده ورايا برضو. هنا صديقتنا بتتكلم عن الجلاسس بتاعتها او النظارة بتاعتها, فبتقول they are my glasses, they are my glasses انها نظارتي. I wear them when I read انا برتديها لما باجي اقرأ. they are my glasses, I wear them when I read. هنا صديقنا بيتكلم عن الساعة بتاعته فبيقول it's my watch, it's my watch انها ساعتي. it's brown, it's brown انها لونها بني. هنا صديقتنا بتقول it's my dress, it's my dress انه فستاني. it's red, it's red لونه احمر. my coat is blue جاكيت بتاعي او المعطف بتاعي لونه ازرق. I wear it in winter, I wear it in winter انا برتديه في الشتاء. my coat is blue, I wear it in winter. وطبعا عندنا practice جميل جدا في الكتاب, هنا عايزكم تحلوه كلكم. هنا بيقول لنا how many, how many يعني كم عدد. عايزين نعرف كم عدد كل حاجة من الحاجات دي في الصورة, الكوتس والpair of بوتس او ازواج الاحذية والدريسس والواتشس. فهنا صديقنا بيقول how many pairs of glasses are there, كم زوج من النظارات, كم نظارة موجودة هناك. فهو بيقول له there are 10 في 10 نظارات, هو عدهم ولقاهم 10. عايزين نعد الباقي وتحلوا الجزء ده في كتاب المدرسة وتبعتولي الحل في التعليقات. وزي ما قلنا الريدنج مهم جدا. في جزء النهاردة برضو في ريدنج هي بيزي بي بتقول لنا عليه. in the classroom, in the classroom او في حجرة الفصل. look انظر, listen استمع, and read, and read واقرأ. this is my school in Suez, this is my school in Suez دي المدرسة بتاعتي في محافظة السويس. we go to school early, we go to school early احنا بنروح المدرسة بدري. we sit down to start our lessons, we sit down to start our lessons احنا بنجلس علشان نبدأ ناخد الدروس بتاعتنا. we listen to our teacher Mrs. Hadir, we listen to our teacher Mrs. Hadir احنا بنستمع للمعلمة بتاعتنا الأستاذة هدير. it's time for our art class, it's time for our art class ده معاد حصة الفنون بتاعتنا, حصة الرسم. I draw two trees and flower, I draw two trees and flower أنا برسم شجرتين
وفلاور واحدة أو وزهرة واحدة. We stand up to say goodbye to our teacher. We stand up, إحنا بنقف. To say goodbye, علشان نقول مع السلامة. To our teacher, للمعلمة بتاعتنا. We go home at 2:30 p.m. We go home at 2:30 p.m. إحنا بنروح البيت الساعة 2:30 بعد الظهر. At 6 o'clock, I do my homework. At 6 o'clock, I do my homework. الساعة 6 أنا بعمل الواجب المدرسي بتاعي. طبعا أنا قرأتها دلوقتي، عايزكوا تقرأوها لوحديكوا لأن ده مهم جدا. اعمل بوز للفيديو زي ما قلنا أو وقف الفيديو وبعدين ابتدي اقرأ لوحدك. لو في حاجة وقفت قدامك رجع الفيديو تاني وشوف أنا قرأتها ازاي وارجع اقرأها تاني لوحدك. مهم جدا يا أصحابي ان احنا نعمل براكتس على الريدنج. طبعا من الكلمات المهمة في الباراجراف ده school، school يعني مدرسة، teacher، teacher يعني معلم، sit down، sit down يعني يجلس، stand up، stand up يعني يقف، go home، go home يعني يعود للمنزل، do homework، do homework يعني يعمل الواجب. ومعانا الفونكس الخاصة بيونت 3، learn sound with busy bee، ازاي نتعلم الصوتيات مع busy bee. وعندنا النهاردة ال SH وال AR. ال SH في اللغة الإنجليزية بننطقهم زي حرف الشين، ش ش ش كأنك بتقول حرف الشين. أما ال AR فبنقول R R R. تعالوا نشوفهم بيتنطقوا ازاي في الكلمات المختلفة. أول حاجة ال SH sheep 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 يعني خروف، shark 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 يعني سمكة القرش، fish 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 يعني سمكة، shop 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 يعني محل، trash 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 يعني قمامة، car 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 يعني سيارة، shark 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 يعني قرش، sharpener 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 يعني براية. طبعا دي الفونكس الخاصة بيونت 3، مهم جدا ان احنا نعرفها ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معايا. وعندنا في يونت 3 السوشيال ستوديز او الدراسات الاجتماعية، جزء كده خاص بالدراسات الاجتماعية، بيكلمنا عن الجوبس او عن الوظائف. فاول حاجة لازم نعرفها ان الوظائف الموجودة في مجتمعنا كلها مهمة او اغلبها مهم، لان الناس لو ما بتشتغلش الوظائف المختلفة حياتنا هتقف. فهو هنا بيكلمنا عن بعض الوظائف الموجودة في المجتمع وازاي ممكن نتكلم عنها. اول حاجة طبعا carpenter 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 يعني نجار، nurse 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 يعني ممرضة، gardener 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 يعني جنيني، cleaner 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 يعني عامل نظافة. طبعا هنا بيكلمنا عن الوظائف المختلفة دي، فبيقول مثلا a carpenter makes tables and chairs for school. الكاربنتر ده بيصنع tables طربيزات and chairs وكراسي for school للمدرسة. يبقى مرة تانية a carpenter makes tables and chairs for school. الكاربنتر بيصنع ترابيزات وكراسي للمدرسة.
بيقول لنا كمان عن الجاردنر: A gardener looks after the school garden. الجاردنر ده بيعتني بحديقة المدرسة. يبقى A gardener looks after the school garden. الجاردنر بيعتني وبيهتم بحديقة المدرسة. ولوكس افتر يعني يعتني بي. اما النيرس فبيقول لنا a nurse makes me healthy for school. النيرس بتحافظ على صحتي كويسة في المدرسة. A nurse makes me healthy. healthy يعني بصحة جيدة. for school مدرسة. اخر حاجة بيقول لنا عن الكلينر او عن عامل النظافة: a cleaner cleans the school. عامل النظافة بينظف المدرسة. يبقى cleaner cleans the school. عامل النظافة بينظف المدرسة. واخر جزء معانا في unit 3 الشيبس او الاشكال الهندسية، وده طبعا في connect with math او الجزء الخاص بالماث في منهج connect عندنا. فالشيبس او الاشكال الهندسية بيزي بي بتقول لنا هنا: listen استمع read and match. listen استمع بعدين read وبعدين اقرأ and match وبعدين وصل. فهنا صديقنا بيقول لنا: a carpenter is very clever. النجار ماهر جدا. very clever يعني ماهر جدا. he can make wood into many different shapes. وممكن يخلي الخشب يبقى في أشكال هندسية كتيرة مختلفة. he can make wood into many different يعني مختلف shapes أشكال هندسية. can you match the shapes with their name. انت ممكن توصل ال shapes بالأسماء بتاعتها، الأشكال الهندسية بالأسماء بتاعتها. can you match the shapes with their names. فهنا هو جايب لنا الأشكال الهندسية وجايب جمعها اسمها. فهنا طبعا ده الشكل المخروطي اللي هو عامل زي الكون اللي احنا بناكله. فبيقول لك this is cone. عارفين الكون اللي احنا بناكله بتاع الايس كريم، حتى هو اسمه كونه. فهذا الشكل المخروطي this is cone. طبعا الكيوب this is cube ده مكعب. we play with it احنا بنلعب بيه. this is cube ده المكعب. we play with it احنا ساعات بنلعب بيه. these are pyramids دي الاهرامات. هو هرم واحد بس هي المفروض ان هي بتتكلم على الاهرامات، على اكتر من هرم زي الاهرامات اللي عندنا في الجيزة، اهراماتنا الجميلة اللي موجودة في الجيزة. these are pyramids. صديقنا هنا بيتكلم عن الكرة. طبعا الشكل الكروي اسمه sphere. sphere او شكل كروي. احنا طبعا عندنا حلقة في الماث بتتكلم عن الجزء ده بشكل موسع وجميل وبأمثلة كتير، بس ده جزء عندنا في منهج كونكت لازم نكون عارفينه. these are spheres دي اشكال، دي كرات. they look like planets. they look like planets هما شكلهم عاملين زي الكواكب. these are spheres they look like planets. وبعدين this is called a cylinder ده بيسموه الشكل الاسطواني. this is called a cylinder ده بيسموه الشكل الاسطواني، عامل زي ما يكون شبه ماسورة المية. واخر حاجة معانا النهاردة نحل الاكسرسايز الجميل ده الجزء اللي اخدناه. فبيقول لنا هنا match او وصل. اول حاجة glasses 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 او نظارات. dress 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 او فستان. sharpener 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 او براية. shop 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 او متجر او محل. sheep 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 او خروف. فاول حاجة glasses هنوصلها في اي، هنوصلها باي صورة من الصور دي يا اصحابي؟ شاطرين طبعا هنوصلها بالصورة دي لان هي glasses. شاطرين يبقى هنوصلها بالصورة دي لان هي glasses او نظارات. طب تاني حاجة dress. dress هنوصلها باني صورة في الصور دي يا اصحابي؟
شاطرين هنوصلها بصورة الفستان أو الدرس زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب شاربنر، شاربنر هنوصلها بأنهي صورة من الصور دي يا أصحابي؟ شاطرين هنوصلها بصورة الشاربنر أو البراية. طيب شاب، شاب، شاب هنوصلها بأنهي صورة من الصور دي يا أصحابي؟ شاطرين هنوصلها طبعا بالمتجر أو بالشوب زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب آخر حاجة شيب، شيب، شيب أو خروف، يبقى هنوصلها بأنهي صورة في الصور دي يا أصحابي؟ شاطرين طبعا هنوصلها بصورة الشيب أو الخروف زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون أنهينا الجزء ده، أنهينا مع يونت 3 وأنهينا درس النهاردة. أتمنى تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.